البيجامه دي هتبقى ب 50 جنيه، دي هتبقى ب 50 بدل 95، جيب 60 جنيه، 95 جنيه جيب 50 جنيه تبقى ب 50 جنيه، 50 جنيه 50 جنيه ده برضه هيبقى 50 جنيه، 55 جنيه ان شاء الله، 55 جنيه برضه الترنج ده، جيب 100 جنيه ب 60 جنيه ترنج كامل 95 جنيه، 100 جنيه تلبس ب 65 جنيه، 75 جنيه دي هتبقى ب 65 جنيه، وسكرينات 60 جنيه ب 65 جنيه، طباعه ورا وقدام بالوان تبقى ب 65، تسلم ايه ب 75 جنيه لحد 3 اكس، 65 جنيه العبايه دي هتبقى ب 65 جنيه، العبايه هتبقى ب 150 جنيه بدل 235، هتبقى ب 65 جنيه ب 60 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده في مكتب دارين تصفيات البيتي اللوكس، كسر اسعار، كل حاجه موجود عليها سيل موجوده في المكان، معانا مقاسات عاديه ومقاسات خاصه، ترنجات، عبايات بيتي واستقبال وعبايات كرداسه، كل حاجه نازل عليها سيل، وعندهم كمان لحد المقاسات الخاصه. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت لايك وشير لكل حبايبكم واصحابكم، لان المكان يستحق ناس كتير تشوفه ويستفادوا بالعروض والخصومات الموجوده هناك. ونبدا الفيديو على بركه الله. ازيك يا استاذ علي؟ الحمد لله، كل حاجه مكسور سعرها ان شاء الله باذن الله، لوكس ونص لوكس مكسور سعر، بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله الفيديو هيعجبكم باذن الله، باذن الله على خير حاجاتكم ان شاء الله. ان شاء الله هنبدا بايه معانا ان شاء الله؟ دي بيجامه اهي، دي بيجامه، ادي الاسكرين بتاعتها، بصوا ادي الصوره بتاعتها، ودي القطعه الاولانيه، لا تشيلها لنا، ياخدوا عليها سكرين، معلش ارفع لنا الجاكيت معاك. بصوا البيجامه دي هتبقى ب 50 جنيه، كل الحاجات دي نازل عليها كسر اسعار بالوانها، 90 جنيه 50 جنيه بدل 95 ب 50، تسلم ايدك. في حاجه زي كده برده، في حاجات زي كده برده جمال برده، دي برده افرد لنا البنطلون معاها، امسك لنا البنطلون معاها معلش، حلو قوي قوي. الخامات، الخامات دي لوكسيات، دي قلنا عامله كام؟ دي كانت عامله 95، دي عامله 50، 50 جنيه. طب ثبت لنا دقيقه ياخدوا سكرين بس قبل ما تطبق. بصوا دي هتبقى ب 50 بدل 95، مقاسات لحد دبل اكس ان شاء الله باذن الله. تمام، حاجه زي كده برضو العبايه دي، ايه الشياكه دي؟ 60 جنيه، دي ب 60 جنيه، ايه الجمال ده؟ 1 سايز دي ولا ايه يا استاذ علي؟ اه دي 1 سايز، 1 سايز دي هتبقى ب 60 جنيه، لا وتاخد وضع الجسم، انا شايفاها لكره معانا، حلو قوي، 60 جنيه، الوان متاحه من كل ده، كل حاجه ان شاء الله الالوان موجوده، كل حاجه. تمام، بصوا حاجه زي كده برضو، ايه الجمال ده؟ ده شغل عرايس واستقبال، بسم الله ما شاء الله تصفيات، انا عايز اقول لكم ده شغل اللوكسيات يا جماعه، ده كله الجبير التركي بتطريزه والقماشه خامه تحفه، عامله كام دي برضو؟ 95 جنيه. تمام، بيجامه زي دي برضو عامله كام؟ 50 جنيه، دي برضو 50 جنيه، حلو قوي، تطريز برضو وشغل عالي قوي، انا بمسك لكم الخامات، الخامات حلوه قوي، 50 جنيه دي برضو. تمام، والبنطلون بتاعها؟ البنطلون بتاعها موجود اهو، بنطكور صح؟ اه برمودا يعتبر، ده برضو هتبقى ب 50 جنيه؟ 50 جنيه، حلو قوي. كل الحاجات دي كانت بثمانينات وتسعينات، نزلت ل 50. الكاش مايو برضه، الكاش ده برضه صاير ب 50 جنيه برضه، ده برضه هيبقى 50 جنيه، بياخد بصمه الجسم ده، 50 جنيه. تمام، الترنج ده حلو قوي قوي، ايه الجمال ده؟ بص يا باشا، بصوا العبايه دي الاول على ما يفرد، الترنج دي عامله كام؟ 55 جنيه ان شاء الله، 55 ده خروج دي يا استاذ علي؟ ده خروج وبيت، تمشي حلو قوي قوي، لا ده تمشي خروج كمان، بصوا شدات كمان معايا، تصفيات تحفه، عامل كام ده؟ 50 جنيه، ده ب 50 جنيه برضه الترنج ده. تمام، بس مقاس واحد صح؟ اه يعني التلبيس زي 2 اكس، المقاس الواحد بيبقى 1 سايز 2 اكس. دي جلابيه اهي استقبال، عبايه استقبال زي كده عامله كام دي؟ 100 جنيه، دي ب 100 جنيه، 100 جنيه تلبيس لحد كام دي؟ تلبيس لحد 4 اكس لانش، لحد 4 اكس ب 100 جنيه، حلو قوي. الترنج اللي معاك ده عامل كام؟ 60 جنيه بس، ده هيبقى ب 60 جنيه ترنج كامل، انا عايز اقول لكم تلبيسه زي 80 75 80. تمام، سي واي بقى، سي واي 95 جنيه، 95 جنيه دي لحد كام اكس دي؟ لحد 4 اكس، دي لحد 4 اكس ب 95، وده السي واي الطري. تمام، جلابيه استقبال برضه، استقبال برضه، بسم الله ما شاء الله، دي اللي هي العين عامله كام دي؟ 100 جنيه ان شاء الله، 100 جنيه تلبيس لحد كام اكس قلنا؟ لحد 4 اكس، كل الاستقبال عندك لحد 4 اكس؟ تمام، كل الاستقبال لحد 4 اكس، حلو قوي. دي الجلابيه المنتش ب 170 جنيه، السواي المنتش اللي كانت ب 170، 170 جنيه، ودلوقتي كانت ب 110، دي ب 110 بدل 170، 110، بصوا ده السواي المنتش يا حبايبي، انا بوريكم بس الخامه، حلو قوي، 110، 110، تمام، زي كده، حاجه زي كده 65 جنيه بس، دي ب 65 جنيه، قلنا اللي يبان شكلها حلو اهي، بصوا شكلها تحفه، دي هتبقى 65، 65 ترنج زي كده شغل اللوكس، ب 175 جنيه، كان ب 175، ب 175 جنيه، النهارده ب 120 جنيه، ب 120 بدل 175، اه بصوا الجمال، انا عايز اقول لكم البنطلون ده خروج اصلا، أوه. يعني البنات تاخده خروج اساسا، اه يا جماعه ده هيبقى ب 100 وكام قلنا؟ 120 جنيه، 120، حلو قوي، 120 جنيه. تمام، والعبايه اللي معاك دي حاجه زي كده 75 جنيه بس، ده التلبيس زي 3 اكس ب 75 جنيه، تمام، الخامات انا عمال امسك لكم الخامات تحفه، خامات طريه قوي، تسلم ايدك. بصوا ده الترنج اللي احنا هنشوفه دلوقتي،
الجمال ده. الحاجات دي لوكسيات برضه صح؟ لوكسيات. ايوه شغل لوكسيات طبعا، بس احنا عاملين عرض اللي احنا بنصرفه. قلنا هيبقى بكام ده؟ 110 بس. 110 تمام. عباية زي كده هتبقى بكام؟ 65 جنيه. دي هتبقى ب 65 جنيه وان سايز، بس تلبسها زي 2 اكس. زي 2 اكس 80 85 تلبس معانا حلو قوي. تسلم ايدك. سرنج برضه اهو. بصوا ده الحاجات اللوكس كانت ب 185 وب 195. دي كانت ب 185 وب 195. اه موديل ثاني منها. بص كده 110. بص الجمال ده. دي ب 110. بقت ب 110 ان شاء الله. 110 والخامات تحفه تحفه. خامات لوكس العرايس دي ب 110 تمام. 110 زي كده بس. دي هتبقى ب 60 جنيه العبايه دي. امهاتي انا عايزه اجي لكم كده بس عشان الاضاءه. دي هتبقى ب 60 جنيه الجمال ده. انا عايزه اقول لكم الخامه تحفه. دي هتبقى ب 60 جنيه. حلو قوي تمام. بجامه شورت اه كانت عامله 125. دي بنك يا جماعه عشان تعرفوا بس الماركه يعني. كانت عامله 125 جنيه. دي كانت ب 125 البنك. 95 جنيه. بقت ب 95 جنيه عليها. تمام. هي. دي هتبقى ب 95 جنيه. دي جنيه. بنكي هي. تمام. بألوانها برضه ومقاساتها لحد دبل اكس. يعني المقاس ده فيه اصغر منه مقاس واكبر مقاس. لارج وفي 2 اكس لارج وفي 2 اكس لارج. حلو قوي. دي بجامه زي كده. عدلها لنا كده عامله كام دي؟ دي 60 جنيه بس. دي هتبقى ب 60 جنيه البيجامه دي. بصوا البنطلون بتاعها ايه؟ تمام. حلو قوي. تمام. دي هتبقى ب 60 جنيه. هياخدوا سكرينات 60 جنيه. 60 جنيه. تمام. حلو زي كده. عامله 135. 135. 95 جنيه. ده اللي بيبقى أه. تمام. اهو. حلو قوي قوي. اهي. دي الجاكيت بتاعها بيبقى قصير هي وسط كده. ده البنطلون بتاعها اهو. حلو قوي. ومقاسات صح ولا مقاس واحد؟ 130 جنيه. 135 دي مقاس واحد. حلو. تلبس لحد 85 كيلو. تمام. دي حاجات بيتي بتاخد وضع الجسم معاكي. تمام. زي كده ب 65 جنيه بس. العبايه دي عامله كام؟ 65 جنيه بس. 65 جنيه. انت عمال تجيب لنا اسعار حلوه قوي. 65 جنيه. دي طباعه ورا وقدام. الجمال ده اقلبها لنا تاني معلش. بص دي هتبقى ب 65 جنيه طباعه ورا وقدام بالوانها صح؟ بالوانها. الوانها تسلم ايدك. دي سبورت يا جماعه حلوه قوي. عبايه قطعتين. عبايه قطعتين. عبايه قطعتين. الجمال ده. بص يا ستي شكلها تحفه. بص يا ستي ده الجاكيت بتاعها. بص يا ستي الكل. والله شكلها حلو قوي قوي. العبايه القطعتين دي بكام؟ ب 110. ب 110 بص شكلها اهي. 110 دي هتبقى ب 110 ده شكلها في اللبس حلو قوي. 185 جنيه ب 110. ب 110 مقاسات ولا مقاس واحد؟ ايه يا باشا مقاسات لحد دبل اكس. بصوا لحد دبل اكس تمام. في ايه معانا تاني؟ حاجه زي كده برضو ب 65 جنيه. الحاجات دي قطان يا جماعه. الظهر ساده تمام اهي. دي هتبقى ب 65. تسلم ايدك وتلبسهم كلهم لحد 2 اكس. حلو قوي قوي. على الوقت بنحاول ان احنا يعني نجيب لكم تشكيله كويسه. جزء بس من المكان. جزء من الموجود في المكان. لينك التليجرام عليه كل الشغل ده ان شاء الله باذن الله. تمام. التليجرام موجود عليه والشحن لجميع المحافظات وكل حاجه. شحن كميات ولا قطع يعني؟ كميات وقطع واثنين وثلاثه واللي هي عايزاه. تمام حلو قوي. وفي شحن داخل القاهره؟ داخل القاهره اه. تمام. كل حته يا باشا. عامله كام دي برضه؟ 75 جنيه بس. 75 جنيه. هي عليها جوبير اصلا بمبلغ. الجوبير ده اصلا بيبقى غالي في التطريز. ده الجوبير الناس اللي بتحب بقى الشغل ده. حلو قوي. دي لحد 3 اكس بكام؟ 75 جنيه. 75 جنيه لحد 3 اكس تمام. ده ترنج اهو قطن بيور. ده قطن بيور. اهو. بصوا اهو. شكله حلو قوي. 85 جنيه. ده ب 85 جنيه. لا بلاش. 85. الخامات تحفه. الحاجات دي لوكسيات. الحاجات دي في اول الموسم كانت اغلى من كده بكتير. تمام. 35 جنيه. دي 85. بقى ب 85. خصم 45. 45% خصم. 45%. ايه الجمال ده؟ عامله كام دي برضه؟ دي 60 جنيه بس. دي العبايه دي هتبقى ب 60 جنيه. تمام. حلو قوي. دي تطعيم يعتبر ورا وقدام. وهتبقى ب 5 وكام؟ 60 جنيه. 65 افرض لنا. اهي 65 جنيه العبايه دي. تمام. الوان متاحه منها برضو. كل الوانها متاحه تمام. اللي عايز يلحق العرض معانا اول عروض هتلاقوها موجوده هنا ان شاء الله. العرض معانا ان شاء الله يلحق باذن الله. شورت قطن. بص كده المشطر بتاعها حلو قوي. شفت المقاس؟ والمقاس بتاعها تحفه. الخامه فظيعه. 95 جنيه. عايز اقول لكم الحاجات دي عامل 125 جنيه بيجيب 95 جنيه خصم 30 جنيه على القطعه. تسلم ايدك حلو قوي. حاجه زي كده ساده. ده يبقى بكام؟ ب 50 جنيه. اللون ده اللي بيتغير والاسود ثابت بتاع البنطلون صح؟ ايوه. والخامات تحفه يعني اللون هو منور في الكاميرا اصلا. دي حاجه بجامه ايه؟ انا عايز اقول لك الخامه المضلعه دي تحفه. دي بجامه ثلاث قطع. ثلاث قطع زي ما انتم شايفين. بنطلون والاندر شيرت يعتبر التوب قط وادي الروب. بدل 175 كان هنهالك ب 125 جنيه. ب 125 جنيه؟ 125 دي اللي يتقال عليها يا بلاش بقى بجد والله. الخامات تحفه حلو قوي. بصوا اهي وادي البنطلون كمان. الثلاث قطع دي قلنا بكام؟
125 جنيه ثلاث قطع، وتلبسها مقاسات لحد الضبط 3 اكس. بصوا ده تلبسها لحد 3 اكس يا جماعه، بصوا اهي لحد 3 اكس، حلو قوي. كل المقاسات، كل المقاسات تمام. 65 جنيه بس العبايه دي بكام؟ 65 جنيه بس. دي هتبقى ب 65 جنيه العبايه دي. امهاتي امهاتي تلبيس حلو قوي، والخامات تحفه برضه. تمام 65، تسلم ايدك. انا عايزه اقول لكم احنا ما جبناش 10% من الحاجات الموجوده هنا، حاجه رياضي زي كده ما شاء الله. الجمال شغل بسم الله ما شاء الله. ادي البيجامة اهي، دي حاجه سبورت كده جيم، كانت عامله 175 جنيه. ده دي خامه بيكا، ب 120 جنيه. ده دي خامه بيكا بتاعت تيشيرتات الخروف اصلا، خليناها ب 120 جنيه. البيجامه دي هتبقى ب 120 جنيه. حد يلحق معانا العرض؟ حلو قوي تمام. يجي ينور مقاساتها لحد 2 اكس برضه يا علي، صح؟ 2 اكس تمام. بصوا عبايات زي كده كم ونص، كم ونص عامله كام دي؟ كم ونص منها بنص 65 ونص كم، 70 جنيه الكم. يعني الكم دي هتبقى ب 70 جنيه. بصوا دي امهاتي برضو، ده بيك سايز، دي عامله قلنا 70 جنيه، 70 جنيه الكم، والنص 65 تمام. 90 جنيه الترنج التونيك اهو بدل 135 جنيه، ده هيبقى ب 95؟ 95 جنيه. 95 جنيه حاجه زي كده دوت ب 100 جنيه، ده هيبقى ب 100 جنيه. ايه الجمال ده بالالوان اللي هي المضيئه قوي، ده هيبقى ب 100 جنيه، حلو قوي. حاجه زي كده ب 150 جنيه، ده تونيك بحاجه طويله كده يمشي خروج. انا عايز اقول لكم التونيك لوحده يمشي خروج. اه ده قلنا بكام دي؟ ده احلى ب 150 جنيه، حاجه نفتحها لهم اهي عشان برضه الزبون يبقى معانا. كان عامل 235، ده كان ب 235، بقى بكام؟ 150 جنيه. بصوا اهي دي هتبقى ب 150 جنيه بدل 235. الحاجات دي خروج يا حبايبي بقى، خلاص حلو قوي. تسلم ايدك تمام. بيجامه برضه اهي، دي بيجامه برضه تمام. بصوا شكلها اهي عشان اللي ياخد سكرينات، حاجه زي كده البيجامه دي 65 جنيه. لا شيلها لنا دي علي، ياخدوا على سكرين الحاجات اللي سعرها رهيب دي. 65 جنيه دي هتبقى ب 65 جنيه. يا بلاش، احنا النهارده في مكتب دارين محطه منكسر الاسعار، ان شاء الله هلاقي مفاجات تانيه، هيلاقوا مفاجات تانيه غير الفيديو كمان. تمام بصوا العبايه دي تمام. انا عايز اقول لكم كل اللي بتشوفوه ده ما يجيش 10% من الموديلات الموجوده في المكتب. بكام دي؟ ب 60 جنيه. ب 60 جنيه، ايه الجمال ده؟ مقاسات لحد ايه دي؟ ولا هي مقاس واحد؟ بس تلبسها 3 اكس. تلبسها حلوه. يعني 85 كيلو مرتاح. تمام. احنا كده ما جبنالكوش 10% من الموجود هنا. موجود كاشات، موجود بيك سايز، موجود بيجامات، برموده وشورت، وموجود كمان مقاسات خاصه، موجود حاجات شغل ثلاث قطع، وموجود كمان ماركات بينكي وماسه لارا، كل حاجه هتلاقوها موجوده هنا، نازل عليها خصومات، وموجود كمان شغل الامهات، كل حاجه موجوده شفناها في الفيديو ما شفناش 10% ان شاء الله. هسيب لكم لينك التليجرام موجود في اول تعليق لو حابين تشوفوا موديلات اكتر من اللي احنا شفناها، وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. نيجي بقى العنوان يا حبايب قلبي، احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في شارع الجيش، هتنزلوا محطه مترو العتبه وتدخلوا شارع الجيش، شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتمشوا مسافه صغيره ما فيش 30 40 متر هتلاقوا محمد حسين بتاع اليميش، الشارع اللي جنبه ده على طول اسمه دخله الشوازليه، الدخله دي كمان بتوصلكم على مول القدس، وهوصلكم لحد هنفضل ماشيين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده. الشارع ده هتلاقوا بقى ملابس بيتي على اطفال على مفروشات، كل حاجه هتشوفوها معانا. هنفضل مكملين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوا محل المفروشات ده كده، هنكمل بعده كمان وهيقابلكم كمان قمر على شمالكم، عملنا منه كذا جوله حلوه جدا للكاجوال واسعاره حلوه. هنفضل ماشيين لحد العماره اللي في الوش دي وندخل من ممر اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. ممر اليمين ده على اوله ده مكتب كل يوم جديد بتاع الكاجوال، انا بديكم علامات مميزه. هنطلع كده من الممر ده، الممر ده فيه الحاج صلاح درغام، عملنا منه جولات حلوه برده. هنفضل مكملين بعد الممر على طول لا نحو الشمال ولا يمين، هنعدي كمان كده زي ما انتم شايفين على اسيا كيدز. اسيا كيدز اللي على شمالنا ده قدامكم الاطفال ده، عملنا منه فيديو حلو قوي ولبس حلو جدا. هنلاقي بعده مول القدس، هنكمل بعد مول القدس البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه. هنيجي بعد البوابه الثانيه على طول هنلاقي مدخل نازل لتحت بسلالم كده هننزل فيه، ده اسهل عنوان توصلوا بيه المكتب دارين. هنفضل نازلين كده في المنزل ده، هنلاقي كمان على اوله كده ده اول ما هنحود على طول شمال هنلاقي مكتب الخولي زي ما انتم شايفين كده. هنكمل مع بعض ونمشي على طول هنلاقي برضو الأسطورة بتاع اللانجري، أنا بديكم علامات مميزة. هنكمل بعد الأسطورة هنلاقي السلم هنا اللي في وش برضو مكتب الأسطورة، هننزل السلم ده تحت تاني وهنكمل زي ما انتم شايفين كده، وهنحود بعد السلم يمين على طول هنلاقي محل كوتشيات في وشنا، وبعدين مكتب دارين ده اللي عملنا منه الجولة النهاردة. يا رب كل الأسعار والجولة والخامات عجبتكم، ما تنسونيش بقى في اللايك، وأشوفكم على خير في جولة جديدة إن شاء الله.